أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الثانوي الأزهري، نكمل الوحدة الخامسة اللي بعنوان الحج بالجرامج. هناخد الجزء الثاني. بيقول لك ناخد الكلمات الأول. meeting طبعا ايه؟ اجتماع. meeting اجتماع. brotherhood أخوة، جاي من كلمة brother اللي هو أخ، brotherhood أخوة. unified معناها موحدة، جاي من إيه؟ unify. يتعاطف sympathize. مسجد الحرام holy mosque. الحجاج نفسهم pilgrims. تظهر أو تبدو يعني manifested طبعا ده الماضي بتاعها. members أعضاء أعضاء بني آدمين يعني، مش أعضاء من الجسد ديك هي organs. care for يعتني بي. care for equals معناها يساوي. أقول تاني من غير ترجمة، الترجمة قدامكم اهي. meeting brotherhood unified sympathize holy mosque pilgrims manifested members care for equals. طيب ايه الافكار بقى عشان لما تيجي الاسئله نفهم؟ بيقول لك عن الحج: it is through the meeting of millions of pilgrims that the muslim brotherhood is clearly manifested to show that all muslims of the world are but one unified family whose members sympathize with one another, help one another, and care for one another. ايه يعني؟ بيقول لك اني من خلال الحج ده، it is through the meeting of millions of pilgrims، من خلال التقاء ملايين الحجاج millions of pilgrims. تمام، pilgrims معناها مين؟ الحجاج. pilgrimage معناها الحج نفسه. That the Muslim Brotherhood طبعا الأخوة بتاعة المسلمين، أخوة المسلمين Brotherhood is clearly manifested، بتظهر. manifest معناها بتظهر أو تتجلى أو تتضح. clearly بوضوح. to show بتظهر بقى إيه؟ that all Muslims كل المسلمين of the world من العالم كله are مالهم but one unified family عائلة واحدة unified family موحدة. هوز العائلة دي مالها members أعضاؤها الأعضاء بتاعت العائلة sympathize بيتعاطف with one another مع بعضهم الآخر help one another ويساعد بعضهم البعض and care for one another ويهتم بعضهم ببعض. تمام، سهلة. أقراها مرة تانية بسرعة بدون ترجمة، الترجمة دي قدامكم بالعربي مكتوبة. It is through the meeting of millions of pilgrims that the Muslim Brotherhood is clearly manifested to show that all Muslims of the world are but one unified family whose members sympathize with one another, help one another, and care for one another. تمام؟ طيب الجزء الأخير بيقول لك في الجزء ده يعني: It is well known by all Muslims that a prayer in the holy mosque in blessed Mecca equals 100,000 prayers. معروف طبعا ان الصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة بمئة ألف صلاة فيما دونها. It is well known معروف by all Muslims عن طريق كل المسلمين عارفين ذات بأن prayer معناها الصلاة in فين the holy mosque في المسجد الحرام in blessed Mecca في مكة المكرمة ماله equals معناها يساوي كام؟ 100,000 prayer 100,000 صلاة بس كده خلاص. فاضل معانا جزء اتنين في الوحدة الخامسة وبعد كده ناخد الأسئلة بعون الله. دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.